نوع استعداداتكم لهذه الأيام الروحانية لكم من حادي إلى عاشر مثلا، شو استعداداتكم؟ استعداداتنا الحين إلى محرم، أول شيء نبدي في مشتري الأغراض، يعني على ما شفتين النسوان الحين جاي النشتات، شاي حليب وقهوة والتتن. بعد تعرفين الحين النسوان لازم يبغون هالتتن، تقربلن ويا التتن. والتتن بعد تعرفين الحين النسوان لازم يبغون هالتتن، تقربلن ويا التتن. والتتن بعد تعرفين الحين النسوان لازم يبغون هالتتن، تقربلن ويا التتن. ونستعد نجهز يعني كل شيء حق محرم الحين ان شاء الله، يبلغن وياكم بلا خير ان شاء الله، ونساعد الزهراء ونساعد بتها سيد الزهراء.